الخير. ضيفتي في امرأة عبر الفصول شقت كل فصول الحياة ببريق نجاحها. امرأة حازمة، محنكة، متدبرة لكل الأمور التي تمسك بزمامها. شرفت المرأة التونسية بدخول عالم مهني اعتقد الرجل أنه بطله الأوحد وبامتياز. نستقبل معا السفيرة السابقة لتونس لدى الكونفدرالية السويسرية والفاتيكان مع الإقامة ببرن في امرأة عبر الفصول. السيدة رفيعة الإمام البواندي، أهلا وسهلا ومرحبا بك في امرأة عبر الفصول. مرحبا بكم. أولا شرفتوني في داري وأنا فرحانة اللي باش نسجل معكم. شكرا على قبول الدعوة والاحتفاء بفريق التسجيل. خليني قبل ما نبدأ الفصول متاعك، والفصول طويلة زاخرة، مسيرة طويلة معناتها اللي حققت فيها بصمة تو نحكيو عليها بتدرج من سؤال إلى آخر ومن إجابة إلى أخرى، لكن خلينا ساعة نسألك معنى المرأة بالنسبة للسيدة رفيعة الإمام، ماذا تعني كلمة المرأة؟ بالنسبة لي المرأة تعني النضال المستمر. يعني كتب عليها النضال. النضال في سيرتها معناتها المهنية، في منزلها، في مع أولادها، مع عائلتها، نضال مستمر. سنتحدث على مسيرة النضال نتاعك، لأنه أيضا الإنسان باش يعمل مسيرة ناجحة وخاصة المرأة في العالم العربي هي مسيرة نضال. نمشيو للفصل الأول اللي فيه باش نرجعوا ديما كما نقولوا للأصول ونرجعوا للحياة الخاصة والنشأة الأولى للسيدة رفيعة الإمام باش نقربوك أكثر من المشاهدين اللي قاعدين يشوفوا فينا اليوم، ومن بعد نمشيو لمرحلة النضج ثم نستشرف في الفصل الثالث المستقبل ورؤيتك المستقبلية. الفصل الأول من امرأة عبر الفصول. سيدة رفيعة، خلينا نرجع للنشأة، خلينا نرجع للأصول، خلينا نرجع للعائلة. نعرفوا لي أنت أصيلة منطقة جميلة جدا في تونس، الناس كل يقصدوها خاصة في فصل الصيف، هي شبه جزيرة والعباد اللي فيها طيبين برشا وعباد هكا العيشة فيها ياسر حلوة. نعرفوها أنا أصيلة مدينة قليبية. عائلتي نجم نقول لك بسيطة. والدي الله يرحمه كان تاجر وبعد ولا صاحب مخبزة، اللي أنا نحيي فيه هو اللي كان يخدم برشا وناشط برشا، ويمكن هو اللي علمنا بعد أولاده وحتى أولاد أولاده معناتها حب العمل، حب العمل، حب المتناهي لا متناهي. والدتي بالرغم اللي هي ماهيش متعلمه اما متثقفه. ايوه، بمعنى انها كانت حاجات تعملهم اللي تظهر لك اللي هي قاريه ولا حاجه، حتى كيف تبعنا في دراستنا وتحسها تقول عليها كأنك تعرف اللي هي كأنها تفهم. اما هي مش قاريه، مش قاريه، اما كانت اللي هي يسر بولادها وبدارها ونظيفه برشا. تو نحكيو على الجانب هذا اللي زرعته فيك، من بعد باش نفاجئوا المشاهدين بحاجه فريمون سعاده السفيره السابقه. شنو تنجم تعمل في دارها حاجات علمتنا برشا حاجات. الفضل يرجع لها هي اساسا في كل ما هو بالنسبه لي ليا، مش بالنسبه للولاد خويتي، اللي علمتني كل شيء. من التطيب حتى يعني انت لقيت التوازن، لقيت الام اللي تعلمك واجبات المراه المنزليه اللي هي الواجبات المعهوده لازم المراه تقوم بها في عالمنا، والاب هو اللي علمك الحرفيه والخدمه والنشاط. بالرغم اللي ملاحظه اللي والدي ما قراش، اما سي انو تو ديداكت. ايوه، تثقف روحه، تعلم وحده، يوصل حتى يقرا لك مجال معناتها الجريده نتاع الصباح، كان ديما يحب جريده الصباح يقراها بالقدا، وكان يكون بحكم خدمته ما شاء الله في الحساب سيرتو في الكالكول مونتال ما يغلبو حد. ورثك هذا يظهر لي. ايوه يظهر لي شويه. حتى نحكيو على الدراسه، خلينا نرجعوا للعائله ونحكيو لمكانه المراه ومكانه الرجل في العائله نتاعك انذاك، لانه نعرفوا انت في الجيل هذاك معناتها كان ربما الرجل يحظى بتمييز اكثر وديما يراوي الرجل هو في الصف الاول ثم تاتي المراه. والله ولا الاخت، والله ما حسيتش اللي هذايا موجود في عائلتنا.
كل واحد من منطلق الصفة متاعه يقوم بالأعمال المناطة بعداته كيف كيف. عندي أنا مثلا أنا ما عنديش برشا في العائلة وأنا أكبرهم، دونك زوز أخواتي الأولاد أصغر مني، واحد منهم الله يرحمه زال فين توفى الله يرحمه ونعمه، لحظات تأثر هذي خاطر إن شاء الله ربي يصبركم. دونك يمكن نجم نحكي على خاطر كنا عايشين عائلة معناتها مع جدي وعماتي وعموماتي، كان فما عائلة عائلة كبيرة موسعة كبيرة فيها جدي وجدتي وجدي عنده برشا أولاد بنات وأولاد، ما فماش فرق مثلا كان قبل بيني وبين عمي اللي أنا فرد سن، بالعكس في بعض الأحيان يمكن يميزوني عليه، كنت مميزة في بعض الأحيان سختم من طرف بابا. أيوة حتى جدي لما حس هذا يعطي شخصية للمرأة ويعطيها تكوين الصغار متاحة أنها تحس أكيد روحها عندها حقوق كيفها كيف خوها ولا كيف أي رجل في العائلة، ما فماش حتى فرق بل ما حتى التو ما بين حتى بابا الله يرحمه قبل كي كان عايش حتى كي باش يعطينا حاجة يعطي كي الولاد كي الطفلة ما يفرقش ما يميزش ما فماش تمييز ما فماش بالكل حتى طرف. نحكيو شوية على الدراسة، وانت زادة جينا في جيل اللي تدريس المرأة ليس من الضروريات، معناتها في ذاك الوقت يخليه الراجل يقرأ والمرأة تشد دار وكأنها مناطة بعهدتها فقط الأعمال المنزلية. أنا جيت في فترة اللي كنا نقرأه في القسم حتى بعد ساعات فارق 4-5-6 سنين ما بين التلميذ والتلميذ، مثلا أنا قريت مع عمتي. أنت الالتحاق بالدراسة كان يكون في سن متأخر. متأخر كان. أنا عشت الفترة هذيك. أيوة. مثلاً أنا قريت مع عمتي اللي يكبروني أكثر من 5-6 سنين. هذيك. وكنا نقرأ حتى الوقت جدي الله يرحمه قال لا توم توما كبرتوا ما عادش فما مكتب. بابا. بالعقلية القديمة. بالعقلية القديمة. بابا الله يرحمه كان يحب يشد صحيح يحب أنتوا تقرأ ويحب القراية. يحب قالوا برغم اللي خلاف معناتها اي بالرغم اللي بابا كان ياسر يحترم بوه وما ينجمش يعكسه وما ينجمش يعلي صوته عليه، قالوا بناتك تحكم فيهم بنتي لا. ايوا هذا يعني انا نحبها تقرا، اول موقف اخذها قدام بوه حازم قال بنتي انا نحبها تقرا، وانا وصلت معناتها دراستي ومسكنات هما تحرموا من مواصله الدراسه نتاعها. ايوا المستوى الدراسي كيفاش كان الباكو نتاعك في الدراسة؟ أنا قريت ساعة في مدينة قليبيا في المدرسة الابتدائية اللي كانت نتاع بنيتك هاو، وزادة ما نكرش اللي الفضل يرجع للمستوى اللي أنا وصلت له للمعلمية اللي درسوني. أيوة سي محمود بن حميدة، سي محمد برجب، وسي محمود الانجليز، وانا بالغالب محمود الانجليز معلمي هذاك المثالي اعلى. فاش عطاك المثال؟ هو اللي علمني الانضباط. هو اللي علمني معناتها اللي لازم توصل للي تحب عليه مهما كانت كان راجل عظيم على كل المستويات. خليك بصمه في هذاك. انا بالنسبه لي ابي الروحي نحبه. أيوة. برشا الله يرحمه، وهو يحبني برشا. هذه في المرحله الابتدائيه. في الابتدائيه مش حتى انا برك كان حتى في مثلا معهد نابل بنات قليبيا اللي يقراوا معروفين بمستواهم الثقافي والسيريو نتاعهم والانضباط والكل. معناتها بصراحه كانت الدراسه ما اخذ جد، يعني تكمل دراستها تكملها بجديه. ابسوليمون. وبعد توجهك مشيت المعهد نابل، خذيت بكالوريا ومشيت درست حقوق بكلية حقوق تونس، حقوق تخصص قانون عام. ايوا قانون عام. كنت ما نكذبش عليك كنت نحب معناتها كان حلمي نكون محامية، هذا كان حلمك الاول. اي اما كيف مشيت مرة المحكمة بدلت رأي. يعني في الدراسة الأكاديمية حلمت بمحامية، في التطبيق ما كانش الأمر لا يساعد. لا أنا ما كنتش خدمت، عديت مناظرة في وزارة المالية كمتفقد للمصالح المالية. نهار الأول مشيت بشرت العمل بعد ما خذيت
لافكتاسيون تاعي من اداره الموارد البشريه. دخلت للسيد المدير العام كيف ما ديت له الورقه قال لي الاداره العامه للميزانيه ماهيش مجعوله للمراه، انا ننصحك باش تمشي تخدم بقاخر. قلت له انا عديت امتحان نجحت فيه، قالوا لي برا امشي الاداره العامه للميزانيه باش نقعد هنا، كان عجبني كان ما عجبنيش تمشي بقاخر. واضح. هذا دخلنا في الفصل الثاني. الأمر كذلك. دخلنا في الفصل الثاني ودخلنا في مرحلة الاحتراف ومباشرة الحياة المهنية، لكن قبل ما نمشيو لهذايا تو نرجعوا له باش نرجع لها النقطة هذه بالتحديد وباش نزيدوا نغوصوا فيها أكثر، خلينا نحكيو على هواياتك. أنت مرأة متعددة الهوايات. متعددة الهوايات. رياضية. أنا ساعة أول كنت حاجة. أنا كنت رياضية. كنت معناتها انتمي لفريق كرة اليد وقت اللي كنت مواصلة دراستي في الجامعة، واكيد في الليسي كنا زادة نلعبوا في معناتها السبور في الليسي. كرة اليد مع تيوك تونس يونيفرسيتي كلوب، وخيرته هو على النادي الافريقي اللي هما جيري ورايا وحبوني نلعب معاه، على خاطر قلت انا طالبة خليني على الاقل نلعب مع الطلبه، مع الطلبه مع الطالبات، ما نجيش الشريحه، ما نجيش نمشي معناتها نعزز صفوف اخرى كانها خيانه يعني. وصف لا والله ما وصلتش ما فكرتش في الخيانه، اما ظهر لي نقعد معاهم. ايوه وصلت معناتها نلعب معاهم وشاركت في الفريق القومي. اي وكنت زاده حتى في المعهد نتاعنا معناتها نحب الكورس وسو نوتور. كنت رياضية. والله تعرف انا في مثلا في الابتدائي ما عملناش سبور. انا نقول بوتيتك سيتي ان دون ما نعرفش كيفاش. كي تروحي نعرف نلعب لوند. وغوشير. كيفاش؟ موهبة مخزونة يعني خارج ما نعرفش نقول لك حتى شيء. كي تروحي يمكن خاطر زاد احنا عشنا في الشط نعوموا برشا ونجروا برشا بوتيتك. هناك مجال الرياضة يعني تلقائية. يمكن ما انا كنت ما وصلتش في المجال في الميدان الرياضي. لا ما وصلتش على خاطر ما خممتش تاخذوا كارير معناتها. لا 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 بعد خاطر ماني زاد تزوجت ونجبت صغار ودون قصيت. بون باش نقول لك ندمت اللي ما لا بون. وضعه قابلته معناتها مقتنعة بالكارير نتاعك. مقتنعة. جانب المرأة التقليدية ما غابش فيك، واحنا بكري جبدنا على الوالدة، قلت أنت الوالدة عطاتنا كيفاش نقولوا أنك تكون مرأة حافقة، واحنا حتى كي جينا نحضروا بحذاك في الحصة في الكواليس معناتها كنا مذهولين بالحاجات اللي أنت تنجم تقدها كمرأة تقليدية، خاطر فما الفكرة أنه سفيرة ما تنجمش تخدم الحاجات باليد اللي تخدمهم المرأة التقليدية، لكن أنت ما شاء الله مازلت عندك بيت العولة ومازلت الحاجات الزمنية اللي من عهد الجدات نتاعنا مازلت تفوح ريحتها في دارك. والله فما برشا حاجات واحد يتعلمهم بعينيه. ايوه. معناتها يشوف مثلا والدته وجدته شنو كانوا يعملوا، وفي الأخر كيف يوصل باش يعملهم يلقى روحه يعرف. أنا مثلا اللي نحب أكثر داير وقتي تو وقت فراغي مليته بخدمة الصوف. تصنع حاجات مزيانة برشا. نحب برشا خدمة الصوف وعملت برشا حاجات، أما شنو عائلتي كان عملت خدمت برشا حاجات معناتها الصوف، وأمي زادة والدتي كانت تخدم الصوف. كنت تتعلم عليها؟ بعينيا وبعد كي تروحي نعرف. ايوا دونك مون طون فافوري نعديه في خدمه السوف، نحب برشا المطبخ. زاد بالنسبه ليك يظهر لي اجاده كبيره للمطبخ. بالضبط. دونك احنا انا كل فصل وفصله. ايوا عبر الفصول. انت كيما انت عبر الفصول. انا في فصل الشتاء والربيع والخريف نعمل السوف. اي وفي الصيف بما ان زوجي عنده نزعة شوية فلاحية هو يزرع وإحنا نهيئوا الحاجات على مقتضى شنو. مثلا العولة كما قلت أنت نعمل طماطم، نشرح طماطم. أي بالصور كل شيء موجود. لا موجود بالصور. موثق. أيوة. موثق. أي. موثق. طماطم مفورة. نعمل الهريسة المفورة، الهريسة الشايحة، الفلفل الزينة، العولة الكل. الزيتون الملح. الزمنية تقدها وحدك. وحدي. بديك معناتها. بداية. بداية وانا بداية. كيفاش كنت تلقى وقت لهذا قدام يعني والله ما نكذبش عليك قبل ما كنتش نعمل بالكميات اللي وليت نعملها تويكا معناتها وانا متقاعده. كنت قبل نعمل
معناتها حسب الاحتياجات. وان بلوس علاش معناتها مش الكل نعمله مع بعضه، عرفت؟ في نفس الوقت كل مثلا ويكاند كنا نعمل شويه هيك، معناتها حتى تو ما نعملش الكل مع بعضه، كل يوم نعمل شويه. هذا دليل على التعلق بالاصاله وبالجذور وبكل حاجه ورثناها. شوف كل حاجه انت تحبها ما تنجم كنت تتقنها. أي. انا قناعتي اللي كل حاجه مهما كنت في حياتك المهنيه ولا الشخصيه الا تحبها تتقنها. ايضا انت في حياتك ما شاء الله عندك 3 صغيرات كلهم ناجحين وكلهم مكانه مرموقه، مثلش قدمهم لنا خلينا نعرفوا المراه الناجحه الى اي حد تنجم ايضا والله تربينا. انا ديما كنت نقول، انا كنت ديما نقول، قلت نقول اللي الموظف ولا اللي يخدم اللي باش ينجم يقول اللي هو نجح في حياته هو نجاحه في نجاح اولاده ايه؟ كان اولاده ما نجحوش هو ما نجحش في حياته. هذه انا ديما نقولها. انا عندي بنتي الكبرى ريم، عندها ما تقرات في ليون مهندسه، في مهندسه وارشيتكت، دونك في متخصصه في البيئه كي ولدها. عامله قاريه 3 سيكل في مونريال، وهي تو حاله مكتب دراسات في البيئه وتنشط برشا في الميدان الاجتماعي. اجتماعي. عندها برنامج اللي هو يعلم الصغار من الباج حتى ال 18-19 عام كومون مونتي ان بروجي. ايوا يعلموا انيسياسيون على الانتربرونيا. ولدي مهدي متخصص في سيكوريتي انفورماتيك، عنده مكتب زاده في السيكوريتي انفورماتيك، ونادية الاصغر وحده طبيبه. ما شاء الله الحمد لله. معناتها وسط هذايا الكل وسط الفصل الثاني تنزيدوا نشرح فيه اكثر، معناتها قداش كان عندك مسؤوليات كبيره وصعيبه، لكن رغم هذا اولادك ما ضاعوش، علمتهم المسؤوليه وعلمتهم انهم ينجحوا يعتمدوا على رواحهم. والله شوف انا نعتبر اللي الى جانب الوالد بالطبيعه ديما ما ننساش دور الوالد، هو الاساس انه يكون موجود، هو الاساس. انا نعتبر اللي يحب يوفق ما بين الخدمه وداره ينجم ينجم ينجم، إلا عنده عزيمة ينجم، لأنه فما عقلية تقول المرأة لازم تقعد في الدار باش تنجم تتلهى بالصغار. هل أنه هذا لازم معناتها حسب تجربتك؟ أنا بالنسبة لي لا، أنا حسب تجربتي سيكو أنا علمنا أنا وبوهم صغارنا باش يعملوا على أرواحهم ملي هما صغار. أيوا في كل شيء. دونك أكلي كي أنت ديجا تعلمهم باش ياخذوا مسؤولية يعتمدوا على أرواحهم الكل، دونك ينحيوا لك شطر التعب. وديما حتى ولو كنت انا غايبه على الدار نجم نقول لك 12 ساعه في النار من غير مبالغه. ايوا اما كنت حاضره غايبه بدني اما حاضره معناتها كنت تراقب وتعرف متطلبات الامور في المنزل وكنت ديما نحاول اقصى تقدير باش نخلق الوقت اللي يلزمني نخصصه له. والحمد لله الحمد لله تمت بالتوفيق، وكانوا الصغيرات موفقين وناجحين، والاب ناجح، الام ناجحه، اسره ناجحه والحمد لله. وهذا ينضاف بطبيعه الى المجتمع التونسي بصمه ناجحه. انا نقول هذا الفضل يرجع لوالدي اللي هو علمنا باش نعتمدوا على رواحنا وباش نخدموا، خاطر كي ترى واحدة شخص كيف يرى والديه كيفاش هما يخدموا ما ينجموا كان يكون يتبع يتبع نفس المنوال كما نقولوا بالتونسي ولد الوز يجي عوام يعني مثلنا التونسي المعروف. هذا الفصل الاول اللي فيه قربنا منك اكثر، قربنا من العائله، قربنا من الصغيرات، من الدار، من بعض النجاحات نتاعك. باش نمشيو للفصل الثاني اللي فيه المراه الناجحه. نجم السؤال اي تفضل. الفصل الاول شنو، الخريف ولا الصيف ولا الربيع ولا شتاء؟ الفصل الاول هو فصل الخريف، فصل الزراعه هو الفصل اللي نزرع فيه نزرع حتى نحصد ما بعد طبيك باش ندخل على الربيع هو فصل مثمر. نمشي للفصل الثاني من امرأة عبر الفصول مع ضيفتنا اليوم. قلنا الانطلاقة كانت بوزارة المالية، يعني اللي كانت فيها ذكرى خاصة ذكرت هنا في الكواليس وتعود هنا في الحصة انه كي دخلت وزارة المالية جبهتي بانها ليست لخدمة المرأة وان ليست مناصب فيها مهيئة للمرأة. يمكن الفكرة علاش، ويمكن السيد المدير العام عنده الحق، خاطر هي كلي ما تعتمد ياسر على الارقام اي وعلى الذاكره على برشا حاجات اللي هما يظهر لهم اللي المراه بالك شي ناقصه شويه فيها
وصلت في خدمت في وزارة المالية، وكانت زامن معناتها تزامنت معناتها بداية العمل متاعي وقت معناتها تحضير الميزانية وما تابع ذلك. يعني جيت في وقت حرج جدا على الاخر وهبطت عليهم معناتها وجيت أستخدم. جيت في وقت هذاك واللي معناتها بشويه بشويه معناتها اتضح كوني انا والارقام وانا والاصحاب صحاب. يعني كان بالنسبه لك يمثل تحدي انك تدخل بلاصه خاطر فما برشا نساء يتم احباطهم، يعني تجي باش تخدم خدمه يقولها ليه هذه مش خدمه للمراه. هل كان بالنسبه لك تحدي او كان تلقائي معناتها انك تقوم بواجبك كما يلزم وتخرج النتيجه ايجابيه في الاخير؟ انا دو ناتور معناتها كي نحب خدمه معينه معناتها نتقنها نتقنها. ايوه وانا حبيت الخدمه اللي معناتها انا معناتها بشرتها في او اوائل عملي من العمل نتاعي. انا في السكوندير قريت مات. أيوة. دونك انا وشيفرويت صحاب هذيك سهل لي برشا. مميزه مميزه كنت باهيه سبع معناتها الحق كنت نجم نقول كنت فيس تعلمت الخدمه. وما ننساش حاجه اخرى زيد انا جيتي انكادري باغ ان غران ديريكتور. ايوا معناتها اللي هو اضطرني على اسس معناتها سيح. هو اترك وانت كانت عندك قابليه معناتها أكيد. انك تتاثر وتتعلم أكيد. وانا نقول اللي كما يظهر لي حتى بالنسبه للرجل نفس الحاجه والمراه ليسونسيال كي تلقاك تخدم يلزمك تحب الخدمه اللي انت تعملها خاطر واحد كي ما يحبش خدمته ما ينجمش ينجح بها. هذيك معناتها الشرط الاولاني. الشرط الثاني اللي يلزمك تستمر مهما كان حتى كان يحطوا لك حواجز يذبهم يتكسرهم وتحقق اللي حقك اللي حاجتك بيه. أيوة. اللي تحب توصل له. وصحيح في الـ في الـ في البريود اللي احنا خدمنا فيها علول الحقيقه كنا فريق ممتاز ومتميز معناتها كلي عملوا إدارة عمل مناسب يعني للنجاح. الحقيقه زملائي المدير الكل معناتها كنا معناتها سي فري كو انا كنت السيد معناتها المدير العام كان يحب ديما يخدم معايا انا عملت شويه هكا حساسيات ما وصلوش بها بعيد على خاطر كيما انت ما تخلقش الجو نتاع معناتها ما تردش الفعل ما نعرف شنو في الاخر بالكل معناتها باش نحكيو على الجانب الاجتماعي هذايا بعد في المناصب الكبيره اللي انت تقلدتها وكيفاش قعدت محافظه على هذا الجانب الاجتماعي في انك تجمع بين فريق العمل في انه تكون بيناتكم فما تفاهم وفما الفه. كنا متفاهمين وزيد على هذاك الحقيقه الاداره العامه الميزانيه انا ديما نقول عباره على كاين بيرو ديتود مكتب دراسات وعلاش كنا زاد ناجحين الكل في العمل نتاعنا ما فماش فرق ما بين معناتها انت مسؤول ولا عندك مسؤوله على مثلا ميزانيات تبدا الخدمه تعملها كاينك انت شاوش لين تولي انت كاينك مدير كل شيء تعمله انت. أيوة. انت تهز انت تجيب انت تطبع انت تكتب انت تعمل تيراج ما فماش فرق ما بيننا وكنا نحبوا بعضنا ونخدموا مع بعضنا وكان معناتها الحق وسط معناتها نتاع عمل متميز ان شاء الله نرجعوا للوسط هذا ويكون موجود لان تونس اليوم محتاجه الى مثل هذه الناس معناتها تكون موجوده في العمل. هل تدرجتي في المناصب في وزاره الماليه ام كان يعني المنصب نتاعك هذاك الوحيد؟ انا في الماليه بديت كما قلت لك متفقده للمصالح الماليه. ايوه وبعد عديت تدرجت وليت مستشاره متصرفه مستشار وبعد متصرفة عام وبعد متصرفة رئيسة. يعني هذا كله في وزارة المالية. هذا الجراد بالنسبة للجراد. أيوة. بالنسبة للوظيفة بديت من متفقد بعد وليت رئيس مصلحة حتى مديرة مكلفة بالوزارات ذات الطابع الاجتماعي اللي هما الصحة والتعليم العالي والتربية والثقافة والرياضة والتكوين المهني. معناتها المسؤولية كبرت برشا. ما تحسش بها تجي بطبيعتها. ايه لانه خاطر الانسان كيولي يعني صاحب خبرة ربما في الميدان ينجم يخدم على روحه كما يلزم.
انت ما قعدتش فقط في الماليه، يعني مررتي الى الخارجيه والى مناطق اخرى. من عام 77 حتى ال 24 فيفري 1994 في وزاره الماليه، من 1994 24 فيفري الى 3 اكتوبر الى غره اكتوبر كنت مديره عامه للمصالح المشتركه مكلفه بمأمورية بوزاره التعليم العالي. ومن غرة اكتوبر 2003 حتى 28 اوت 2008 كاتبة عامة مكلفة بمأمورية بوزارة الخارجية. ومن من اوت 2008 حتى مارس 2011 سفيرة لدى الكونفدرالية السويسرية وسفيرة معتمدة لدى الفاتيكان مع الإقامة ببيرن. تعال نحكيو عليها ونحكيو خاصة على إيه؟ بعد ما خرجت للتقاعد يمكن شهر شهرين اتصلوا بي فريق من البنك الدولي على أساس نعمل معاهم كمتعاقدة باش لمتابعة المشاريع اللي هما مولينها. خدمت في وزارة التعليم العالي مهدي التعليم العالي بالمتابعة معناتها المشاريع، وخدمت في المغرب في وزارة التربية، وخدمت في المالي في وزارة التعليم العالي شوية. معناتها هذيك زدت عقود شهرية هكيك كل مرة لمتابعة المشاريع. بعد التقاعد تحكي. بعد التقاعد لمدة 5 سنين، وين كان الهدف من هذيك هي تطبيق الحوكمة الرشيدة في الميدان التربوي. ايوه، معناتها انت نشوفوا يعني الكارير اللي عملته ربما يعطاك اشعاع وخلى معناتها ناس من خارج تونس تعطي فيك ثقتها وتبوبك لمثل هذه المناصب اللي هي هامه بالنسبه لهم، خاصه انك تكون ناس وانك تكون موجوده في الاستراتيجيات. اكيد هما خاطر كي كنت انا نخدم في وزاره مثلا في وزاره الماليه ولا في وزاره التعليم العالي كان عندي احتكاك مع البنك الدولي، بما انهم كانوا هما يجونا زاده لمتابعه المشاريع اللي انا كنت نسير فيهم وانا كنت منتسهر عليها مع زملائي بيان دونك. وكانوا زاده هي طريقه العمل نتاعهم البنك الدولي يبداو يتبعوا في شكون الكوادر اللي معناتها كانوا يخدموا معاهم في البلاد اللي المعينه وهما يخرجوا التقاعد وهما يجدوهم. يعني يعرفوا اللي هما كفاءات والحمد لله يعني في تونس عندنا الكثير من الكفاءات اللي نجموا يعني يفتخروا بها في مثل هذه التجارب. انا نعرف اللي في فترتي انا كانوا كفاءات متعدده من نساء ورجال. كانت فما مدام سعيد اللي هي زاده كي خرجت تقاعد اتصلوا بها وخدمت معاهم، فما برشا زملاء اخرين اللي من الماليه ولا من التخطيط ولا اللي هما اتصلوا بهم معناتها. بحكم المناصب نتاعك سيده رفيعه انت كنت قريبه جدا من كوادر الدوله وخاصه الوزراء، ونعرف وزير في ذلك الوقت يعني كان عنده معنى وكان عنده نوع من الجبروت وكان عنده فما قوه وفما نفوذ، لكن نعرف اللي كنت انت انسانه حازمه وكنت يعني لا تأتمرين الا بامر القانون. صحيح. الوزراء اللي خدمت معاهم انا كنت ديما نقسم الوزير ما بين الوزير اللي يعطيك الاضافه ايوه والوزير اللي هاونو يعطيك الامر وكهو نخدموا معاه نخدموا معاه ايوه صحيح. خدمت مع برشا وزراء معناتها شي رشيد صفر، مصطفى كمال النابلي، محمد الغنوشي، سي محمد الغنوشي اللي كان ولا وزير اول، مع سي ديلي جيزي الله يرحمه أيه؟ في وزارة التعليم العالي، مع عبد الوهاب عبد الله في الخارجية، مع حبيب بن يحيى في الخارجية، معناتها خدمت مع برشا وزراء. وكانت عندك كلمتك، وكان عندك وجودك. أنا والله كنت نخدم كان باللي يمليه ضميري وعقلي. والحقيقة مع أنه في الوقت هذاك قبل الثورة كان صعيب نوعاً ما أنك تخدم بالضمير والعقل لك هاو. الحقيقة بصفة عامة، ما نحبش نظلم العبيد. ما كانش وزراء من اللي خدمت معاهم معناتها يفرضوا عليك حاجة بالسيف. ايوه لا يقول لك عليها تقول له انت قانونيه مش قانونيه ما لانه ما كان يشاع على الكواليس يعني بتاع الوزراء انا ذاك عكس ذلك معناتها هذا اللي نعرفه. يمكن انا مش معينه انا الحقيقه حتى واحد منهم بون انا ما نحكيش على وزاره الماليه، خاطر وزاره الماليه ما كنتش في التنفيذ. كنت انا نحضر الميزانيه اما كي كنت في وزاره التعليم العالي ولا في وزاره الخارجيه ولا وزير يجبرني باش نعمل حاجه باش
معناتها وانا هي ماهيش قانونيه والا حتى انا مش مقتنعه بها. وكيفاش كنت تفرض نفسك؟ لانه يهمنا يهمنا انه المراه نشوفوا الاليات اللي تفرض بهم المراه نفسها. انا حسب نظري كي انت تخدم على روحك جديه وعندك ثقه في روحك وتفرض روحك. ايوه ايش معناها تفرض روحك؟ معناتها يحترموك مهما كان، معناتها يحترموك وما يتحديوش الخط الاحمر. لا انا خدمت معهم هما مع كما قلت لك مع السيد دالي عمري ما كنت عندي حتى مشكل، مع السيد صادق شعبان كيف حتى في وزاره الخارجيه كيف ما يفرضوكش عليك بالسيف عليك، معناتها يعرفوا خاطرهم، معناتها انا معروفه، معناتها ما نطبقش حاجه ماهيش قانونيه. مرات اكلي ما تعرف الجيريس تعرفه هو معناتها ينجم يشوف كيفاش يحاذي القانون، اما ما يعملش حاجه مش غارات معناتها ما يعملش حاجه مش قانونيه. انا ما نجمش يعني خدمت وضغطوا علي طيله المسيره نتاعك وضغطوا علي برشا في برشا حاجات شفتوها في الكونكور مش وزرتي خارج الوزاره. ايوه اما استحيل التدخلات كانت ما تعني حتى شيء، يستحيل وما نقبلهاش وما نعملهاش. تعرفش كانوا يقولوا لي سامحني في كلمه، كانوا يقولوا لي مدام تاتشر قد ما انت صعيبه يعني وقد ما انت حازمه. يقولوا لي في الماليه كانوا يقولوا لي مدام تاتشر. نحس اللي ما كانش عندك مطامع اكثر من انك تنجز العمل نتاعك بامتياز وبضمير، يعني ربما خاطر الناس اللي تلوج المناصب ولا تلوج انها تكون في مكانه معينه، حتى كي تجيها تدخلات خارجيه من ناس معناتها من العائله الحاكمه ولا من غيرها تأتمر ربما اللي كما يقولوها باش تعدي تعدي روحها. جيتي دوران توت ما كارير تكنوكرات بيور اي دور هكا، داير حتى سياسه ما نعملهاش. اي كان نخدم هكا. هذا اللي حبيت نحكي فيه معاك، انه يعني برشا ناس ومن كوادر الدوله في الوقت هذاك يقولوا لك انت امراه بروفيل مهيئ للسياسه وبامكانك انك تكون سياسيه ناجحه، لكن في الوقت هذاك السياسه ما عنت لك حتى شيء. لا انا قالوا هالي وطلبوا مني لك لا. علاش؟ لا ما نحبش. شنو هو الفرق بين التكنوكرات وبين انك تكون سياسيه؟ لا ما نحبش انا ما نحبش نعمل السياسه. طول عمري خدمت هكا في بيرويا وكا با هو بعد ساعات راهو حتى ولو تخدم تنجم معناتها بالسيف عليك انديريكتومون تعمل شويه سياسه، اما مش معناتها تكون ظاهره يعني في الواجهه. ابدا ما نكونش نحبش السياسه. ولحد اليوم السياسه ما تعنيك شيء؟ تعني لي حتى شيء. انت ما تحبش السياسه لكن تمت دعوتك سابقا الى ان تكوني سفيره لدى الكونفدراليه السويسريه وسفيره لدى الفاتيكان وكنت مقيمه ببيرن. خلينا نحكيو شويه وكيفاش جاتك الدعوه هذيا، الكواليس نتاعها، لواش تم اختيارك في الوقت هذاك للمهمه هذه؟ انا كنت في الوقت هذاك كنت بعمل في وزاره الخارجيه. كانت العلاقه ما بين تونس وسويسرا كنت تذكر وقتها مع القمه المعلوماتيه اللي هي تشنجت شويه العلاقه وحبوا يرجعوا العلاقات يمكن كانوا يحبوا على تكون سفيره تكون امراه. ايوه لكن مهمه ماهيش سهله ما انك تكون سفيره بالنسبه لسويسرا ماهيش مش بوست ديفيسيل عرفت. ايوه وزيد تمت مع تسميتي تعييني في سويسرا وحتى ولو انا مش معناتها دو فورماسيون معناتها دبلوماتيك اما بحب البريود اللي عديتها في الخارجيه مع خدمه بعض ساعات نعملوا ليفالواسيون دي بوست وبرشا حاجات واحد يتعلم. وانا نقول ديما لو ديبلوم تو بيرمي دو تادابتي ان امبورت كيل فونكسيون جي توجور دي سا. جي انت تلقى روحك جوريست تخدم في الاداره العامه الميزانيه دونك سا فو دير كو معناتها لو ديبلوم تو بيرمي ان تادابتي ان امبورت كيل فونكسيون دوتون بلوس كو تلقى انت مريت حتى مش تجربه معناتها شخصيه اما عشت اجتماعات عشت لي كونفيرونس دي زامباسادور عشت معناتها تقييم المراكز خذيت الخبره حاجات وزيد الحقيقه احقاقا للحق كوني الفريق اللي لقيته في بير كان ممتاز وعاونني برشا. به نرجعوا للفريق ونرجعوا لظروف العمل غاديكا وشنو كانت المهمه نتاعك بالضبط الحاجات اللي تعتبر فيهم روحك خليت بصمه، لكن خلينا نرجعوا للحظه الاختيار نتاعك، كيفاش تم الوقوع على البروفيل نتاعك انت بالذات؟
لا شكون كان وراها ما نعرفش. تم دعوتك من رئيس الجمهوريه لان تكوني سفيره. عينني كلمني السيد الوزير وقال لي السيد الرئيس عينك سفيره في بيرن. ايوه حكم اللي بيرن معناتها الفاتيكان هو يتبع معناتها السفير اللي تسمى في بيرن. شئت الصدف ان كان لي الشرف باش معناتها قدمت ورقة اعتمادي للباب وعشت لحظات جميله جدا ما تقعد لك في الذاكرة. احكي لنا على الاجواء، احكي لنا على الفتره هذيك فتره العمل الذهاب الى بلد متحضر كما سويسرا معناتها كانت والله الحقيقه صدفة جميلة. تجربه جميله جدا أي. وخصوصا كنت عندي علاقات ممتازه والمتميزه مع السفراء زملائي العرب وغيرهم. الحقيقه انا بالنسبه لي كانت فتره اونتر كيمي نقاه، خاطر بعد اللي كنت نخدم هنا وتعبت وواحد غادي كانها يعني جزاوك على النشاط نتاعك. نجم تقول الحقيقه كانت فتره مميزه ومتميزه. خدمنا بالقدا وكما قلت لك الفريق اللي معايا ساعدنا معناتها خدمنا اون ايكيب. سامي سعيدي دبلوماسي متميز، كنت محظوظة. وكيفاش كان إصلاح العلاقات؟ كيفاش أنت سعيد إنه تونس وسويسرا جيت ولا جيت بتبيعتها؟ أيوة بتبيعتها. ما تحسش اللي كنا في جو في جو متشنج. أبدا معناتها وصلنا العمل بصفة تلقائية وعادية ومتميزة زادة. سعيد أنك تسوق لي صورة تونس مع السفير تدخل. صورة تونس هذيك تدخل في مشمولات السفير، معناتها شيء من مشمولاته باش يسوق باش يخدم بلاده باش يرد العلايق، معناتها هذيك حاجه عاديه. بعد هالمسيره هذه الكل، ماذا تبقى لك من مسيرتك كامراه؟ يعني وقت تحط المسيره نتاعك قدامك، شنو الحاجه اللي اليوم ربما تفتخر بها؟ حاجه لو كان يرجع بك الوقت الى الوراء ما تعاودهاش، فماش حاجات هكا قاعدوا مميزين في الذاكره؟ والله انا جو نو ريغريت با ما كارير. عملت اللي حبيت عليه الكل. فرحانه بها ومانيش نادمه على حتى حاجه عملتها، خاطر بالحقيقه خدمت باخلاص وخدمت برشا وخرجت من 3 قاعد ب 22 شهر معناتها حقي في العطله السنويه. ما خديتوش 22 شهر اهديتهم للعمل، ما تمتعتش بهم وما حسيتش كوني معناتها هنا معناتها عامله عليهم مزيان. جيت بصفه طبيعيه. شوف بصفه عامه كي تحب خدمتك تتقنها ما تحسش كاينها شارج وتلقى نجاح وتلقى معناتها. الحقيقه انا شفت كارير بتاعي كل سواء في الكراد ولا في الفونكسيون كل حاجه جات بطبيعتها وفي وقتها والحمد لله. نحكي اخر سؤالي ليك على التكريمات، لانه الانسان اكيد وقت اللي يعمل كارير ناجح التكريمات تكون تلقائيه ايضا وتكون موجوده لتوسم صدر هذا الانسان اللي خدم بجديه وخدم بضمير. نحكيو شويه على الاوسمه، استعرض لنا شويه اوسمه وشويه تكريمات. انا خديت وسام الجمهوريه لورد دو ميريت صنف واحد عام 91 وانا في وزاره الماليه 25 جويليه 91. ايوه الصنف الثاني قضيته 25 جويلية 2001 وأنا في وزارة التعليم العالي. والصنف الثالث أخذيته في وزارة الخارجية في 25 جويلية 2005 وأخذيت وسام الاستحقاق التربوي في 28 جويلية 2005 زاد في وزارة التعليم العالي ووسمني السيد وزير التعليم العالي سيدي الجيزي. كنت تحكي لي على وسام الاستحقاق التربوي، كنت صاحبة بادرة وكنت صاحبة اقتراح انه الواش ما نوسموش الناس اللي هما مش كوادر وربما يكونوا يعني فاعلين، وكانت لك سابقة في هذه معناتها انه قعدوا ينسجوا على المنوال هذا الى اليوم. اي صحيح في الوقت هذاك اقترحت على السيد الوزير اللي هو سيدي الجيزي، قلت له علاش وسام الاستحقاق التربوي ياخذوه كان les enseignants, les directeurs généraux. فما حتى des ouvriers aux écritures اللي بصراحة يعملوا بجدية وخدمتهم معناتها تعمل كيف.
قال لي مثلا شكون؟ قلت له انا عندي واحد تقول عليه اورديناتور il suit les bourses à l'étranger il était excellent الحقيقه تم توسيمه. اه حتى فما تم توسيم المدير العام للبنايات والتجهيز اللي كان يتبع معنا ويعاوننا في انجاز المشاريع متاع البنايات والكوليكا. وكان زادا حتى فما واحد انتربرونور في سوسه منجيبوه عملنا الكلوتور نتاع اون فاكولتي. دونك علاش ليه؟ اكيد انه اي انسان معناتها يمكن ان يثاب انه يكون حريص على العمل نتاعو. انت حرصتي ايضا على الجانب الاجتماعي بكري قلنا عليه، قد ما خدمت وقد ما تميزت بحزم لكن حرصت على الجانب الاجتماعي انه ديما تكون علاقاتك متميزه بالكيب اللي تخدم معاك، يعني خلقتك الاسره اللي موجوده تخلقها المراه في دارها خلقتها انت في خدمتك. انا نقول معناتها فما قاعد حسبي انا كي تسمع العبد انت كي تخصص باش تسمعوا ديجا تحلوا نص مشكلته. ايوه وحتى كان يكون متغش يخرج فرحان. كانت عندك حصه استماع خاصه للموظفين نتاعك في الخارجيه؟ كنت انا كل سبت صباح معناتها عندي حصه باش نستمع ليهم اللي ما خرجش علاش وكيفاش باش تصلح ما بين متى تظهر الصوره الحقيقيه. وهذا كله في فايده العمل ونجاح العمل. اكيد اكيد الحقيقه خاطر معناتها يلزم الجانب الاجتماعي واحد ما يلزمش يتغافل عليه به برشا، وهو اللي يحبك في الناس وانت تحبهم وتعرفهم على قاعده زاد. مش مثلا تجي انت يسميوك ويجي ويقولوا لك فلان هكا وفلان هكا وتبي تسمعهم، لا لازم تسمعه هو وتشوف وانت تستنتج وتاخذ القرار اللي تراه صالح. هذا الفصل الثاني من حياة السيدة رفيعة الإمام البواندي، اليوم استعرضناه واستعرضنا معاك مسيرة طويلة في المكاتب كما نقولوها من منصب إلى آخر حتى وصلنا لآخر الفصل الثاني. باش نمشيو للفصل الثالث مازلنا باش نحكيو على شوية على المستقبل، لأنه أنت اليوم موجودة في المنزل لكن أكيد فما رؤية تشوفها من المنطلق نتاعك لبرشا حاجات في تونس في الفصل الثالث. الفصل الثالث من امرأة عبر الفصول. سيدة رفيعة، كامرأة عملتي في الميدان المالي والميدان الاقتصادي ومن منطلق التجربة نتاعك وانت عايشت تونس قبل الثورة وتونس بعد الثورة، كيفاش نجم ترى الحلول لتونس اليوم؟ شنو نجم نعملوا المرأة بالذات؟ كيفاش نجم تدعم اقتصاديا في هذا الوضع؟ والله ما فيش فرق هنا ما بين المرأة والرجل. انا يظهر لي اللي اساسا يلزم العباد تخدم على روحها. يرجعوا يخدموا. تحس هذه الإعاقة الكبرى يعني أنا بالنسبة لي هذيك هي. بالنسبة لي هي معناتها تشوف حتى في الشارع حتى في ما نعرفش حتى اللي قدامك دايرين بك، خاطر هما بكلهم يبداوا بربعين يديهم يحبوا على خدمة في الإدارة. ليه؟ تنجم أنت إذا كان عندك متى كفء وتنجم تلقى الخدمة اللي أنت تحب عليها. ديما يقولوا لي معناتها التدخلات وتدخل لهم ليه؟ المعبي يفرض روحه مهما كان. أيوة. وحتى كان واش انت تستنى في معناتها باش تخدم في مع الدوله، اعمل مشروعك والمشاريع متعدده ومتنوعه. يعني نجموا نستثمروا ونعملوا مشاريع وحدنا ونجموا نخدموا. انت شوف حتى تو انت شوف مثلا حتى في اللي دايرين بيك فما نساء يبداوا يخدموا في ديارهم ويصوروا في الذهب. صحيح. مرأة تلقاها معناتها نهار على خوي تخبز ما شاء الله، معناتها فما برشا عبيد كسوا رجال ولا سي اللي يخدموا على روح اللي ناقصنا. مفهوم العمل هو اللي يلزم يتبدل، لانه العمل احنا مرتبط بالشهاده عكس ربما ما نشوفه في اوروبا ولا في الخارج. الشهاده حاجه كيما وميدان كيما العمل حاجه ألمانيا. اخرى كيما المانيا كي المانيا كي المانيا معناتها. وزاد حتى كان اذا كان انت تنجم حتى تاخذ دبلوم اللي هو ما ينجمش معناتها يخليك تخدم معناتها عمل معين، مجبور باش تعمل ريسيكلاج وتتعلم حاجات اخرين، ولا حتى فما عبيد ناجحين وهما ما عندهمش معناتها ديبلوم مش بالضروره. انا نقول انا سولوي كي فو بو اللي يحب ينجح. اما تونس حاجتها بولادها يخدموا على رواحهم. ايوا شي زينا من المطلبيه يزينا من ان نقولوا اعطينا نجموا احنا نكونوا مبادرين. كلمه الى المراه من خلال المسيره نتاعك ومن خلال معاينتك للمراه اكيد في عديد المناصب والا حتى في الفئات الضعيفه ولا الريفيه اللي موجوده خارج تونس، كيفاش المراه تنجم تثبت ذاتها؟ كيفاش المراه تنجم تعاون المراه وينجموا يد في اليد يوصلوا للي يحبوا عليه
وما تقعدش المرأة في الصف الثاني، ربما ترتقي إلى الصف الأول بامتياز، ولا تكون استثناءات يعني إن المرأة تكون في الصف الأول. هي ظاهرة الحمد لله اللي نقصت تو. أنا جيت توجور معناتها كنت ديما نحب المرأة تقرأ وتواصل قرايتها. هذه تجي عمرها 20 و25 يقولوا لها وراجل باش يجي ياخذك تمشي، هذيك تهبلني ما نحبهاش. ايوه انا نحب المراه تقرا على روحها وتاخذ دبلومه، يكون سلاح في يدها، سلاح في يدها حتى كان زاد باش تنجم معناتها انكادر سي زونفون، وطبعا فيها برشا مش بالضروره باش تخدم، معناتها حاجه معناتها وعلاش ماشي عمرها العلم يعني ماشي. حاجه ضروريه. انا حسب رايي لازمها تواصل قرايتها، وحتى كيف تخدم يلزمها تفرض وجودها، ما تخليش اي كان يبعثرها ولا خاطر بون صحيح كونه واحد صعيب معناتها واحد باش يشق ميدان مع رجال وواحد وكل، اما بقدره ربي اذا كان واحد يحب خدمته ويتقنها ويفرض معناتها الاحترام نتاعو للانتوراج نتاعو والزملاء والواحد الكل بقدره الاله معناتها يكون ينجح موجود ويكون ناجح ينجح في العمل نتاعو ويتحب وهذا مفتاح النجاح بالنسبه لي. هذه نصيحتك بالنسبه لي وداير مش ما تنجم انت قلت توجبني انا، مي انا نعرف برشا زميلات اللي خدمت معاهم اللي كانوا ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم اثبتوا رواحهم ووصلوا لمناصب عليا وفي الفتره نتاعي انا فما برشا نساء زميلتي اللي هما متميزين. احنا شرفنا وجودك اليوم، شرفنا بهالكاريير المتميز هذا اللي حابين نحكي عليه، ان شاء الله نشوفك ديما فيما احسن وما خير وتقعد البصمه نتاعك، وخاصه اكيد انه اجيال تعلموا عليك، الناس اللي يخدموا معاك باش يتفرجوا فيك وباش يقولوا اي هذه المراه اللي كانت موجوده وقعدت لنا مثال كما انت قاعد لك عباد يعني مثال في حياتك. بارك الله فيك يعيشك. كان الشرف لي اكثر، وان شاء الله معناتها بناتنا معناتها يخدموا على ارواحهم ويكون لهم مسيره معناتها متالقه ان شاء الله. على خاطر البلادنا تونس مازالت حاجتها بيهم بنات ورجال معناتها ما غير فما جنب الى جنب. شكرا لك سيده رفيعه الامام البوندي على الحضور الانيق معنا اليوم في امراه عبر الفصول. شكرا. شكرا لكم انتم اللي تابعتونا اليوم، واكيد ما يفوتنيش اني نشكر شيماء يحيى هير بيوتي سنتر على قيافتي وتجميلي، ايضا المدينه كرياسيون الفام هاود على هذه الملابس الحلوه التقليديه التونسيه. شكرا لكم اللي تابعتونا اليوم في امراه عبر الفصول، اكيد تتلاحق البصمات ديما نقولوها في امراه عبر الفصول وتكون ناجحه لنساء تونسيات. الى اللقاء.